طيب دكتور عبد الحكيم، عايز اسال حضرتك كمان عن الامراض. هرجع مع حضرتك تاني للتحصين. احنا كنا بنتكلم عن الامراض المستوطنه. طيب لو في اي امراض مستحدثه مستجده، ازاي حضراتكم بتكتشفوها؟ هل بيتم متابعه، يمكن حضرتك اتكلمت عن دول اخرى محيطه بينا، هل بيتم متابعه ما تعرضت له الثروه الحيوانيه في دول اخرى مجاوره مثلا، وعلى اساس هذا بيتم اتخاذ الاجراءات؟ تمام. اولا حضرتك النقطه دي مهمه، احنا بنتكلم على جزئيتين، جزئيه ان في امراض مستوطنه ممكن تتحور، وفي الامراض الوافده والعابره للحدود. الامراض اللي احنا هنتكلم عن الامراض، هجاوب حضرتك على جزئيتين. الجزء الاولاني اللي هو الامراض المستوطنه، احنا في عمليات ترصد وفي عمليات مسوح، ان احنا في برامج، ان احنا في اوقات محدده في الاطباء بينزلوا بيجيبوا عينات من التجمعات، ولو ظهور اي عتره جديده بيتم التعرف عليها من خلال المعامل المعتمده والمعامل الدوليه والمعامل المرجعيه لدى وزاره الزراعه. واذا كان هذه محتاجه ان احنا نغير في اللقاحات بنغير، وده تم في خلال السنتين اللي فاتوا. كان في عتره متحوره من مرض حمى القلعيه، الناس ما حستش، ان احنا اول ما اكتشفناها مبكرا عملنا، كان عتره اسمها نوع افريكا جينوتايب 4. العتره ديت كانت عتره متحوره من العتره المصريه، ولما لقينا ان التركيب الجيني بتاعها مختلف عن العترات بكميه مثلا توصل لاكثر من 7%، قسنا في المعامل هل العتره الجديده ديت اللقاحات المتوفره واللقاحات المنتجه من هنا في مصر هتصد ضدها ولا لا. ولما تبين ان احنا لا، اللقاحات مش هتبقى محتاجه تعديل، تم فعلا ان احنا انتجنا لقاح خاص لهذه العتره، وتم استخدامه في الحمله القوميه اللي تمت في فبراير الماضي. والحمد لله كنا سبقنا المرض وسبقنا هذه العتره او هذا الفيروس من انه ينتشر من خلال ان احنا عملنا تكثيف التحصين، والحمد لله سبقنا الفيروس وعدى الشتاء على خير والمرض لم يظهر ولم ما فيش حد حس ان في مشكله. بالنسبه للامراض الوافده دلوقتي احنا ما بنستوردش. اولا في هنا حاجه اسمها اداره الابيديميولوجي، اداره الابيديميولوجي دي بتتابع كافه الامراض اللي موجوده في الدول الاخرى. احنا في متابعه يوميا من خلال التواصل مع منظمه الصحه العالميه والمواقع المختلفه في حدوث اي امراض، بنبتدي نوقف التعامل مع هذه الدول ان كان استيراد لحوم او ان كان استيراد حيوانات حيه. طيب يبقى انا ما بستوردش غير من دول خاليه من الامراض المعينه، وعند وصول هذه الحيوانات او المنتجات بيتم فحصها من خلال حجر هذه الحيوانات لمده 40 يوم. نعم. متابعه يوميه لهذه الحيوانات للحاله الصحيه، وكمان بنحصنها ضد الامراض الموجوده عندنا ونتاكد انها خاليه من الامراض، وبعد كده بيتم السماح. نعم. طيب. كذلك منتجات من اصل حيواني. نعم اتفضل يا فندم اتفضل. بتتعامل بنفس المعامله، بتمنع الاستيراد الا من خلال الدول الخاليه من الامراض المعنيه، وبرضه احنا بناكد على هذا من خلال ان احنا لا يتم السماح دخول عبر المنافس الا بعد ما يتم الفحص الظاهري والفحص المعملي وتيجي النتائج سلبيه، وبالتالي بنسمح لها بالدخول.